فيصل والله اشتقت لك كثير كثير كثير. ان شاء الله بتقبري قلبي. لك انا بس بدي افهم، انت شو عم تاكلي لحتى عم تحلي؟ الله وكيلك ما عم باكل على الاكل الان، الله وكيلك ما عم تطبخي ولا شيء. ولينو ها؟ نعم. انا مو كل يوم عم بطبخ وانت عم تاكلي؟ الله وكيلك يا ام فيصل، من ثلاث ايام جابت فراريج، بتعرفني ما بحب الاكل، انا هيلثي فود، ومن يومين شو هي بتقلب الفطور، بس كنت تقلب الفطور ما بتحب تعمل شيء، بتقضيها نوم. امبارح اجتنا سكبه شاكريه ورز، بس الله وكيلك زنخه 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 عم بسكتها مثل ما هي كبتها بزباله. لا يا ام هادي، هادي طلع معك؟ وليه؟ انت امبارح مو اكلتي منها؟ انا سم الموت ما اكلت شيء، انت كبيتي بزباله اصلا ما شفتها كلياتها. لا انا صار لازم قوم. لا لا يمين عظيم ما بتومي حقك علي انا يا ام فيصل. ليش هي هي اللي جابت السكبه؟ عم اذنكم. معلش يا ام فيصل، دخيل قلبك زرعيها هيك بدقني 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 زرعيها. هي بعد حمى اصل لساني ان شاء الله، يعني ليك احذري شو هي كثير طيبه مبينه انه كثير طيبه، بس نحن ما لنا مرق فيها. الله يوفقك الله. اي والله والله لو ما بعرف انه قلبكم طيب وانا قلبي طيب ما كنت سامحتكم، بس انا صار لازم اروح. مع السلامة مع السلامة يا فيصل، الله يوفقك على لساني. والله ريحة اللحمة كانت زنخة، ما حكيت. ما بحبوا الحقيقة دائما بسموني. لك صباح الخير ولك على رمش بتمشي وعلى خدي بتهدي. اهلين مسعود. حبيبي تروحي؟ في مجال تقولي لي ايمتى؟ ايمتى بدك هيك تهدي بالك علي وتحني علي ايمتى؟ ولي عليك ليش؟ انا شو عم ساوي لها؟ لك حبيبة قلبي ولك انا بحبك، بتعرفي شو يعني بحبك؟ بحبك وقصدك بالحلال بالحلال. طيب ما تحرك حالك وتجي تطلبني. خلاص يعني انت موافقة؟ شو هالسؤال هاد؟ يعني اكيد موافقة، بس يا خوفي تهرب مثل غيرك. اهرب؟ شو عم تحكي؟ لك لا ما عم بحكي شيء، شو ما عم تسمع انت طرشت يعني؟ هلا انا طرشت؟ يا عيب شو مالك؟ الله يسامحك، هلا هيك الحبيبه بتحاكي حبيبه؟ حبيبي؟ من وين لوين عملت حالك حبيبي؟ كل اللي بعرفك فيهم كم شهر. لك والله شلشتيني، شو عم تحكي انت؟ لك خلص خلص لا تاخذ على حكياتي، انا هيك بحكي، دجني دجتك العافيه. ايه مو مهم. مو مهم ابدا ابدا ابدا، المهم عندي انه ايمتى بدك يعني اجي وجيب قلبي؟ لوين؟ لك شو لوين؟ لعندكم على البيت؟ ها ايه صحيح صحيح، استنى لخبر امي وبخبرك انا بعدين. طيب ماشي. بدك شيء؟ لا حبيبة قلبي، بدي سلامتك يا روحي انت. روحك الهي، ايه يلا باي. ما استنتني إلا الله معي، بس بيني وبينك يعني والله العظيم حلو، مستاهلة مستاهلة. ولك ألف باي. أمي أمي. لك شبك شو في؟ إجاني عريس. إيوه منو هذا العريس؟ مسعود. مين مسعود؟ منين بتعرفي؟ لك هذا مسعود تبع السوبر ماركت يعني، بس هو أجدبها يا حبيبي. كمل النار بالزعرور والله. لك ليش هيك عم تحكي أمي؟ شو ليش هيك عم بحكي؟ الشاب ما هو شيء بس اجدب. مو انت كنت تقولي انه الوحده لازم تاخذ واحد اجدب مشان تمشي على كيفها؟ هذا اذا كانت المراه عاقله مو مثل حكايته اجدب، بكره بيجيكم اولاد جدبان. امي يعني معقوله انت كنتي اجدب من ابي؟ وليه؟ وليه؟ ما بدي اسمع صوتك مستخك كف بجيب اجلك، اطلعي من شو؟ نزعتيه اللقعه لك روحي وعدتك قتلك. شو هالجيل هاد؟ العمى في عيونك العمى. لا اسمعي وافهمي شو بدي اقول لك. وليه؟ خير امي شو في؟ الجماعة جايين لعنا المساء، وانتي عم تقولي انه هذا العريس الاجدب عاجبك صح؟ صح. وعم تقولي انه مسعود بحبك وما في منه صح؟ صح. بقى اوعك ها؟ اوعك تضيعي الفرصة من ايدك وتطيريه مثل ما طيرتي غيره، والا قسما بالله بسلخك قتلي قياما وقعودك، بنسيك الحليب يلي رضعتيه، فهمتي؟ فهمت على عيني وراسي، بس قولي لي انا شو اعمل يعني؟ قولي لي شو سوي؟ بتسكتي! ما بتفتحي تمك ولا بكلمه شو ما حكوا،
فهمتي؟ وبس تصيري عنده بالبيت ساعتها انبحتي انبحتي هيك بحتها قد ما فيني، فهمتي شو عم قلي؟ فهمت. خرسي العمى بعيونك العمى، عادي مثل الخلولة. ايه نوها احكي لي شو بتعملي بالحياة؟ قصدي الخانم انه يعني شو بتشتغلي شو دارسة؟ والله ولا شيء، انا درست اقتصاد واخذت شهادتي بس ما اشتغلت. ليش ما اشتغلتي؟ والله الشغل بجوهر البنت. والله ما اشتغلت لانه امي قالت لي انه انا لازم اتجوز واقعد بالبيت واتستت وهيك، وقالت لي انا اللي قلت لها على مسعود على فكره. خرسي معلش دخيل قلبك تحكي لنا شوي عن مسعود، يعني نحن بنعرفه بس تحكي لنا اكثر عنه اذا سمحتي. يا ريته يقبر قلبي، كثير خجول وروح قلبه. خجول؟ خجول مي؟ اه خجول. امي مو انت قلتي لي بيخجل من مرته ما بيجيب اولاد؟ شبك ما قلتي لي امي؟ الله وكيلك بضل يلطشني طول الوقت، بيلحقني وين 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 ما بروح، بيتصل فيني ليل نهار، شو خجول ما خجول اساويتي خجول، بعدين امي قالت لي انه انا جذبه وهو اجذب، فطنجره ولقيت ولك خرسي والله لا خرسك تخسيسي امليه. ودخلك العريس اللي اجى لبنتك اخر مره شو صار فيه؟ ان شاء الله اتفقتوا. لا والله يا ام فيصل ما في نصيب. يو ليش بقى خير؟ مو على اساس قلتي لي انه العريس شغيل ومأمن حاله وظريف وحلاوه؟ مثل ما قلتي انت العريس على سلامته، بس كل الغلط من بنتي انا. يا نهى ان شاء الله بتقبرني شبها. اخ خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح، بنتي رح تجنني يا ام فيصل. نهى ليش صاير معها شيء لا سمح الله؟ ولك لا بنتي قلبها طيب وبتحكي كل شيء وحكيها كلياته دج وما حدا بيسلم لسانها. بس بيني وبينك حكياتها حلوين وما لها غليظه وكل شيء بتحكيه مزبوط. لك ايه ما بصير هيك يا ام فيصل، الشغله بدها مسايره، شوفي كم عريس صار هربان منها، لك يخرب بيتها لسانها صليط كثير. ايه مو مشكله، انت تعيا بالرواق ومره على مره بتصير بتفهم عليكي. ايه والله والله انا بحبها لانها من جوات قلبي.